تفضل عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد المصري من شباب تراك شباب الثوره. اهلا بيك يا فندم. انا عايز اقول حاجه، انا عايز بس اضيف حاجه صغيره كده. التيارات الاسلاميه كلها تيارات محترمه وعظيمه، هم اخواتنا في الميدان وخارج الميدان، ولكن الرؤيه بتاعتهم ان هي التوحد. انا اتمنى تكون من وجهه نظرهم ان هو يكون داخل الميدان وخارج الميدان جمعة التوحد، ولكن احنا بنأيد وبنأكد على المبادئ فوق الدستورية التي يصدرها المجلس العسكري، اللي هي بتنص على مدنية الدولة ومبدأ الشريعة الإسلامية هو مبدأ عام في الدولة. انا بتمنى كلنا نأكد على هذه المطالب والمبدأ ده بالذات، المبادئ فوق الدستورية اللي بتأكد مدنية الدولة. اعتقد ما يخالفش اي حد ايا كان تيار اسلامي او غير تيار اسلامي. يعرضون هذا، اعتقد ان هم يعرضون هذا، لان هم بيدعوا لدوله اسلاميه منذ 100 سنه، منذ اكثر من 100 سنه وينشرون دوله اسلاميه. ولكن الدوله المدنيه هي دوله عامه، مبادئ الدوله الاسلاميه احنا عايزين مبادئ الشريعه الاسلاميه تكون داخل الدوله المدنيه، اعتقد كده. وحق الغير من اخواتنا الاقباط ومن غير الاقباط. تمام، اشكرك يا فندم، شكرا جدا لك.